وحول ملف الطاقة، أكد الرئيس السيسي استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها، ذلك من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة، وليست فقط في توفر إمدادات الطاقة، ولكن أيضا في تكلفة هذه الإمدادات، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في مختلف الدول وكذلك في مصر. لا، العلاقة بيننا وبين أوروبا علاقة أكبر كتير من إن إحنا يبقى دايما الـ الـ الهدف منها إن أنا يعني يتم تقديم شيء عشان نحصل على شيء آخر مقابل ليه، لكن إحنا بنتكلم على تعاون وتنسيق بشكل أو بآخر في المجالات المختلفة. واتكلمنا على إن إحنا أزمة الغذاء وأزمة الطاقة هي أزمة ضاغطة جدا جدا على الاقتصاد في مصر. وهديكم مثال مهم أوي تعرفوه، وأنا قلت الكلمة دي قبل كده، حجم الدعم اللي بيقدم للناس في مصر، احنا ما نقدرش نعمل زي ما بيتعمل في اوروبا هنا ان احنا الاسعار تنعكس على المواطن، ما نقدرش نعمل ده، لان ده لو حصل في مصر هيحصل مشكله كبيره جدا جدا، لان ده هيبقى يعمل تضخم هائل لا يتحمله المواطن المصري، وبالتالي هيبقى حاله عدم الاستقرار على المحك في هذا الامر. وبالتالي اللي احنا بنطلبه من اصدقائنا في اوروبا ان هم يعاونونا في هذا الامر، وايضا مع مؤسسه التمويل الدوليه زي صندوق النقد الدولي او البنك الدولي يساهموا معانا بان هم يعني يبقوا يساعدونا في ايصال رساله لهم بان الواقع اللي موجود في بلادنا ما يتحملش المعايير المعمول بيها خلال هذه المرحله حتى تنتهي هذه الازمه، حتى تنتهي هذه الازمه. فطيب هل محطات الاساله اللي موجوده في مصر اقدر اقول لك ان كل الغاز اللي ممكن يطلع في شرق المتوسط ممكن تصديره من مصر إلى أوروبا بالإمكانيات المتاحة بالفعل عندنا، وإحنا مستعدين نعمل ده، لأن إحنا بالمناسبة إن كان لنا دور نقدر نعمله في تخفيف آثار أي أزمة إحنا مستعدين نلعب هذا الدور.